السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم في كويزين شهرزاد، مطبخ شهرزاد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه سهله مهله وتفرحوا بها افراد العائله تاعكم. الوغ عندنا اليوم لي كريب، دونك لي كريب تاعي. واش نسحق؟ نسحق زوج كيسان تاع الحليب ونسحق الكاس تاع الماء، هذا المكون السري تاعي في لي كريب. عندي لهنايا زوج كيسان ونص، سا ديبون دو فوتر فارين، تاع لا فارين. عندي لهنايا 3 مغارف كبار تاع لو سكر، عندي لهنايا زوج مغارف كبار تاع الزيت، عندي دو لافاني، عندي قريشه تاع الملح، وعندي اوسي 4 اوف، عندي 4 حبات بيض. الوغ نبداو نبداو بالوصفه، نقولوا بسم الله. الوغ لهنايا حطيت 4 حبات بيض تاعي فلاتيرين، نزيد لهنايا القرصه تاع الملح، فوالا، نزيد لهنايا 3 مغارف كبار تاع لو سكر. يعني فريمون هاد الوصفه سهله ونضمن لكم بلي، وزوج مغارف كبار ونضمن لكم بلي الي تري ريوسي. هلا درت انا زوج مغارف كبار تاع الزيت، نزيد شويه لافاني، ثم تقدروا ديروا لافاني بودر وتقدروا ديروا لا فاني ليكيد. فوالا، نزيد اوسي زوج كيسان تاع الحليب. انا الكاس تاعي سي 240 مليلتر، 240 مليلتر نحطهم. يعني انا الوصفه تاعي جي جامي في لي كريب في الميكسور ولا في البلندر. هابليك لهنايا اوسي الكاس تاع الماء، هادو مقادير سائلة. نخلط لو تو على لا فوا غير بالفوي اي جوري دو بون كريب. الوغ لهنايا خلطت مليح هاد كاع المقادير، خلطتهم. البنات الحليب بارد، درت الحليب بارد ودرت الماء بارد. الوغ لهنايا واش نزيد؟ لهنايا نبدا ندير لافارين تاعي باش تشوفوا. بيان سور نحكم لو تامي سورتو في الصيف. هذا الكاس الاول، فوالا. نكمل نخلط بالفوي تاعي ونحي كاع هذوك لي غريمو. نزيد الكاس الثاني ولهنايا نشوف اسكو نزيد لافارين، نزيد هذاك النص تاع لافارين ولا لا. لاباط تاعنا ما تكون ثقيله كيما الكيك وما تكون خفيفه بزاف، اوطون كو ليكيد. نخلط مليح، ابارامون لا فارين تاعي ما تشربش بزاف، نزيد لها 4. هنا نزيد لها 4 تاع لا فارين تاعي. البنات هذا تقدروا تقسموا كاع المقادير على زوج، باسكو هذه لا كونتيتي حتجيب لي قيس 24 حبه. دونك نتوما اذا حبيتو قد عليكم غير ديرو قد. نخلط مليح باش ما يجونيش هادوك لي غرومو. تقدو ديرو ميم زاس دو سيترون، تقدو vous pouvez تانيك اكومباني لي كريب تاعكم ديرو زاس دو سيترون داخل وديرو لا كريم سيترون، الي تري تري بون تانيك. انا نحب هاد الوصفه. فوالا البنات، شوفوا نزيد لها شويه باش تصبر، وهانيك لي كريب تاعي نخليهم يريحوا وراهم واجدين.
هذاك الكريب تاعي لا باتا كريب تاعي راهي واجده دوك نغلطها بابي فيل نغطيها بالبابي فيل ونخليها نص ساعه تبرد في الفريغو برك عندي ملاحظه انا لهنا واش ندير هذه لا كونتيتي تجيب لي 24 حبه كاسكو شفي انا لهنا ماشي حنديرهم كاع هذه حاجه الاولى ولا بات تاعنا انا نحبهم جدد دائما نحبهم جدد ما نخليهمش يبردوا ومن بعد نعاود نسخنهم نو جو بريفير واش ندير الوغ ندير لهنايا ندير لا موتي اللي حناكلوها واللوتر موتي نخليها داخل الفريكو دون اون بواط ولا دون اون دون ان بوكال ولا نخليها داخل الفريكو تقعد لك لا بات تاعك 72 صافي 3 ايام 3 ايام وتقدري تستعمليها بيان سور 3 ايام في الفريكو وتقدري تستعمليها جيسبر فهمتوني ووصلتكم المعلومه اللي انا حبيتها الوغ لهنايا نغطيها ونخليها نص ساعه داخل الفريكو ونعاود نولي لكم باش نشوفوا لي كاب تاعنا كيفاش راح نطيبوهم وكيفاش اون فالي ديكوري الوغ البنات لهنايا عاود وليت لكم بعد ما ريحوا نص ساعه كاسكو شفي نبدا نسخن لابوال تاعي تقدروا اون كريبيا تقدروا اون بون بوال ولا اون اونسيان بوال اللي عندكم الوغ ندير ترا شويه زبده فوالا نجيب لهنايا هاوليك لو ميلونج تاعي بعد ما خرجته من الفريغو او زاد تقال ولا لاباس عليه فوالا شوفوا دوك القوام تاعها كيفاش والله كاسكو شفي هنايا نعاود نقص النار تاعي نحكم هنايا بابي سويتو نشمخو مليح نحي جابسورب كاع داك لو بور لا ماتيير غراس هاديك كاع جو لابسورب فوالا ونخليها دو كوتي هذاك لو بابي ما نرميهش اون سي جامي من بعد نستعملو ندير لهنايا الوغ لهنايا ندير قدامكم اون دوزيام فينالمون باش يبدا صورت ولا لا ندور مليح فوالا نستناها حتى كيطيب لهنايا راني مقويه النار باش يجوني كروسيانت نتوما اذا حبيتهم فريمون مويلوز ما عليكم غير تقلب الوغ كاسكو شفي هنايا نقص النار تاعي ونقلبها نستنى حتى كيطيب نزيد معكم اون ثوازيام اون سي جامي فوالا انا ان بلوس لا بوال تاعي كبيره جو مي دو لوش الله يبارك بربع حبات بيض تخرج لكم اون بون كونتيتي ونقعد نقلب فيها هكذا حتى كي تشرب لي كاع داك ليكيد نستناها طيب من هاد الجهة ومن بعد نقلبها حتى كي نشوفها نشفت لي عبدا تخرج لي هادو لي بتيت بول فوالا
دوكا نقدر نقلبها. نهلا البنات سيو كيفاش ديروا، قيس لا بوال تاعكم لا ميزور تاعكم ديروها، قيس لا بوال تاعكم باش هكذا وما يجيكمش، يجيكم خفاف ويجيكم كروسيون طون ميم طون. البنات لهنايا اذا حبيتوا تزيدوا ترجعوها فاني هكذا كون درتوها فاني ورجعتو حبيتو تزيدو لها كاكاو، كاسكو فو فات تزيدو او موا 3 كويير تاع الكاكاو وتزيدو شويه حليب وتخلطوها تماك ترجع لكم شوكولا. ولا توا اوبليجي دو فيغ سوا فاني كاع لاباط ولا كاع شوكولا. نخليها طيب نشوفها اذا مازال. فوالا هكذا كي تكون عندكم اون بون بوال. دوكا اون فا لي ديكوري هادو. الوغ لهنايا البنات هاي ليك النتيجه تاع تاع ليكخاب تاعي، شوفوا كيفاش جايين هامليك. شوفوا هامليك خفاف، مي فريمون خفاف. شوفوا لهنايا كي قلت لكم تقدروا تزيدوا الكاكاو وشويه تاع حليب، هامليك الكريب تاعي كيفاش باش جاي. فوالا لهنايا كاسكو شفي نبدا نديكوريهم. الوغ لهنايا واش عندي، عندي دو لا كونفيتور بوغ لي كريب تاع الفاني، عندي لهنايا دو لا باتا تارتيني، عندي شويه لا باتا تارتيني نحيتها من لا بواط حطيتها في اون بوش ادوي، عندي شويه كالكو بير وعندي شويه فيرميسيل. الوغ لهنايا واش ندير، الوغ لهنايا نحكم نبداو بالشوكولا، نحكم لا باتا تارتيني تاعي. الوغ جو ليتال نبدا بهاد الجهه، جو بريفير هاد الجهه، ندير شويه لا باتا تارتيني تاعي. دونك ما تقدروا لهنايا تزيدوا، فو بوفي راجوتي دي بانان ولا ان فروي ولا دونك كيما تحبوا. اسكو جو في ندير شويه دي بيرل وشويه دو لا فيرميسيل، نقعدو شوكولا في شوكولا، نغلفها هكذا. نحطها هكذا، نزيد لهنايا نقطع هدوي ونقطع. Je fais des traits avec toi. Voilà. Une petite découpe, c'est là. Parfif. Hein? Voilà. Je fais. Je rajoute une deuxième crêpe de faire la confiture taille. Anna, Hadi, non. L'Hanaya, Hadi, je vais vous dire avec toi. نقلبها، ان بو دو كونفيتور، ما كترش بزاف باش ناكلو وحده ونزيدو الدوزيام. انا على الغالب شوي تري غورماند. فوالا دونك اذا عجبتكم الوصفه هامليك مي دو كريب. فوالا تقضي في دقيقه راكي تفرحي، في نص ساعه راكي تفرحي وليداتك. الوغ اذا عجبتكم الوصفه ما عليكم ديروا لي جيم لا فيديو وتسنوا من عندي جديد. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله.
ما تنساوش الانستغرام تاعي سي شهرة زد اون كويزين، انا خليكم لو ليان تاعو في صندوق الوصف الى اللقاء و الى فيديو جديد ان شاء الله.